تتويج كبير للسينما الإيطالية والسينما الفلسطينية في اختتام فعاليات الدورة 25 لسينما البحر الأبيض المتوسط هنا بمدينة تطوان. تتويج جرى خلال حفل الاختتام، حفل نتابعه في التقرير التالي. يسجد إدواردو دي أنجليس pour son nouveau film Le Vice de l'Espoir, c'est-à-dire Il Vizio de l'Espéranza. C'est mon projet Eduardo De Angelis. Il Vizio de l'Espéranza est la película. Mon film s'appelle Vostok numéro 20 et raconte le voyage à travers la Russie et évoque la nostalgie de la Russie, mais aussi la Russie actuelle et passée. Et c'est la première fois que je présente le film au Maroc. Donc je suis très contente d'être ici, dans ce festival. Gagner ce prix du jury aussi qui me tient à cœur et surtout voilà, découvrir Maroc, la ville de Tétouan, mais aussi d'autres villes que j'ai pu visiter pendant mon séjour. Donc je suis très 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 heureuse, voilà. احنا سعيدين دائما بوجود السينما الفلسطينية بالملتقيات السينمائية العربية والعالمية، وبنعتبر انه هاي افضل طريقة لنا ان نحكي حكايتنا، وبنشكر سينما مهرجان سينما تطوان والقائمين عليه والداعمين والجمهور وكل محبين السينما على استضافتهم الجميلة لنا، وبنتمنى دائما ان نلقاكم على خير. مهرجان تطوان السينما ديال البحر المتوسط ماشي فقط حيت في المغرب خصو يتوج للافلام المغربيه. انا كنظن بان يعني لا كاليتي هي اللي كتوجب على الجوري يعطي الجائزه. انا بالنسبه لي هذا المهرجان ديال تطوان ولا من احسن المهرجانات اللي عندنا في المغرب، وكيجيب الجوده وكيجيب افلام اللي عندهم واحد لا غينومي انترناسيونال. دونك ماشي حيت حنا في المغرب خصنا نعطوا دائما بزمنا للفيلم المغربي، خصنا نعطوا الافلام اللي يهضروا معنا وتكلموا معنا. ولكن هذا لا يعني احنا السينما المغربيه ضعيفه او لا السينما المغربيه ماشي موجوده، السينما المغربيه موجوده، غير يمكن هاد الدوره كانت افلام قويه اللي جات من العالم، اللي جات من يعني لو باسام ميديتيرانيان.